يفوق الاخضر، واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، يا حبيبي يا قصي عظيم يا قصي عظيم، طويل علي حمدان الكمالي، ضربه الراس يلمس خطيره جدا، محاوله سمال سعيد، شو بس شوف راح فين تاني من جديد، الكره العرضيه عاليه فوق، يونس محمود هيعملها، قادر ويعملها، نعم عملوها، والاسود خلصوا، الاسود تعود، الاسود تعود، واليوم الموعود بحضرة كل الشهود، الاسود في اللحظات الحاسمه تعود، عملها يونس، عفوا انه زمن يونس محمود، عفوا لن يسجل الهدف الا يونس محمود، عاد يونس محمود فعاد الاسود، والفرحه في المدرجات، نعم فرحه كبيره، فقد عاد الاسود في الوقت القاتل، قدم الابيض مباراه كبيره، وكدنا ان نقول ليله بيضة 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 بيضة، انها ليله بيضة، ولكن اصبحت خضراء 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 خضراء، ومن داخل منطقه الجزاء اعتبرها العراقيون عداله السماء، ويونس محمود يصوب، وفي النهايه تحتضن الشباك. نعم نعم نعم، وليد عباس الذي قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة عظيمة، ولكنها أخطاء أخطاء، إنه الشر الذي لابد منه أن تأتي الأخطاء في بعض الأحيان للاعب قدم مباراة كبيرة. لا تبكي يا حبيب العمر، فقد قدمت مباراة كبيرة، ولكن النجم الكبير يونس